بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نجدد الترحيب بالأخ علي زيدان رئيس وزراء ليبيا الشقيقة اللي أدي زيارة ضمن رفقة وفد يمثل عدد كبير من الوزارات في إطار التعاون بين بلدينا. تعرفوا اللي احنا وليبيا ثورتان شقيقتان جارتان تسعيان إلى تركيز الانتقال الديمقراطي بكل تبعاته وصعوباته الأمنية والتنموية والإدارية إلى آخره. في هذا اللقاء الذي جمعنا الوفدين وكذلك اللقاء الثنائي استعرضنا أهم أبواب التعاون بين بلدينا، متأكدين من وجود الثقة الكاملة المتبادلة ومن وجود الإرادة المشتركة القوية للارتقاء بهذا التعاون ومن وجود الفرص الكثيرة المتعددة في جل القطاعات على الأقل للاستفادة المشتركة بقية. والتعاون في الحقيقة ماضي في عدد كبير من هذه القطاعات وفي مستوى محترم، ولكن طموحنا أكثر من هذا. سندعم، اتفقنا إن شاء الله على دعم تعاوننا في كل ما يتعلق بالجوانب الأمنية وإن شئتم بمشمولات وزارة الداخلية في ملاحقة الجريمة، في محاصرة التهريب، في ملاحقة العنف والإرهاب، في الاستفادة من التدريب والتكوين، في بالنسبة لكل الأسلاك، وأيضا في التعاون الجهوي وفي السعي لتنمية المناطق الحدودية، لا سيما بعد أن نتوافق في بسط الأمن وإيجاد الظروف المناسبة. في بقية القطاعات أيضا اتفقنا على دعم التعاون والارتقاء به في مجال الطاقة، وقد تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات قبل 3 أيام بين الوزيرين، إن شاء الله ستتدعم في المستقبل. كذلك في التكوين المهني، وقد تم إبرام مجموعة اتفاقيات بين الوزيرين وإن شاء الله تتجسم في قادم الأشهر وسندعمها. وكذلك في الجوانب المتعلقة بالتجارة ومنطقة التبادل الحر والارتقاء بحجم المبادلات بين بلدينا، في سائر القطاعات أكدنا على واتفقنا على دفع الارتقاء بالمستوى الموجود، ضبط اتفاقيات جديدة ومنها بلورة اتفاقية لحماية الاستثمار بين بلدينا، وتشجيع القطاع الخاص لأداء دور مهم في هذه المبادلات، ومراجعة وتطوير الاتفاقيات التي تم إبرامها في السابق حتى تتلائم مع هذه المرحلة وتكون لفائدة البلدين. يمكن القول بأن هذه الزيارة القصيرة، وإحنا جيران وما بينتناش تكلف ولا بروتوكولات كثيرة، كانت مفيدة جدا لإعطاء لما اتفقنا عليه من مجموعة من النقاط العملية في عدد من القطاعات، ثم لإعطاء دفع جديد لإبرام اتفاقيات جديدة ولمتابعة ما تم الاتفاق عليه. وشكرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أولا أود أن أعبر عن جزيل الشكر والامتنان للسيد الوزير الأول المناضل علي العريض وللجمهورية التونسية حكومة وشعبا على حسن الضيافة ودفء اللقاء، وهذا ليس غريب. وأود أن أعبر عن توجه الدولة الليبية الجديدة نحو العلاقة الإيجابية والتعاون الإيجابي مع مختلف الأشقاء والجيران وفي مقدمتهم تونس. وأود أن أشكر تونس على الجهد المهم وعلى ما قامت به أبان الثورة
وبعدها، وأشكرها أيضا على استضافة عدد كثير من النازحين الليبيين الموجودين هنا في تونس والذين اضطرتهم الظروف الراهنة إلى البقاء هنا، والذين أود أن أعبر لهم من هنا عن نية الحكومة الصادقة في تسوية أمورهم ومعالجتها، لأن الوطن هو الحضن الدافئ للجميع، وأن الدولة الليبية الجديدة ستستوعب جميع أبنائها. لا شك أن الثورة فرضت استحقاقات جديدة وفرضت إكراهات جديدة، ولكن المواطن سيظل هو رأس مال الوطن. فأؤكد لهؤلاء المواطنين الليبيين الموجودين في تونس حرص الحكومة الأكيد على تسوية أمورهم، وقد زارت رئيسة مكتب النازحين تونس في الأيام الماضية، وستتوالى الزيارات لمعالجة هذا الأمر. أعود للموضوع. تحدثنا مع السيد الوزير الأول والسادة الوزراء حول آفاق العلاقة، ولا أريد أن أكرر ما تحدث عنه، بل أريد أن أؤكد على كل كلمة قالها. فنحن اتفقنا على كل هذه الأمور، ولكن سألمس بعض الجوانب الأخرى التي تهم العلاقة، وهي مجيئنا هنا نريد أن تكون بيننا علاقة عملية تؤسس لتعاون حقيقي فعلي يرتكز على التعاون الاقتصادي المجدي لكلا البلدين، المؤسس على تعاقدات عادلة تضمن حقوق كل الأطراف. الشيء الآخر، كافة التعاقدات التي تمت في الماضي بين ليبيا وتونس تمت بقرارات سياسية من أفراد لا يلقون بالاً للاستحقاقات الحقيقية لهذه التعاقدات، وبالتالي فهي في حاجة لإعادة سبك وإعادة صياغة حتى تحقق مستهدفاتها، واتفقنا على هذا. الأمر الآخر الذي تناولناه هو تعزيز العلاقة وتعزيز ظروف الاستثمار المناسبة للمستثمرين الليبيين في القطاع الخاص والعام، وقد عبرت للسيد الوزير الأول عن بعض ما يشكو منه المستثمرون الليبيون، واتفقنا على أن توضع كافة الضمانات وكافة التراتيب التي تضمن للمستثمر الليبي أن يأتي لتونس وهو مطمئن وهو في على ثقة بأن حقوقه محفوظة مضمونة، وأن رأس ماله مضمون، وأن تهيئ كافة التشريعات والتراتيب التي لا تجعل أي مستثمر يصاب بأي ضير هنا كما حدث في الماضي، وفق الترتيبات التي تتم من المحاسيب وغيرهم ممن يسيطرون على سوق الاستثمار في ذلك الوقت، في أقصد في النظام السابق. تحدثنا عن العلاقات الثنائية بكل قطاعاتها، وإن شاء الله سنمشي فيها بخطى حثيثة، خطى واقعية، عن علاقات المغرب العربي، علاقاتنا وتفعيل اتحاد المغرب العربي، العلاقات الإفريقية، العلاقات العربية، علاقاتنا وضرورة استمرارنا وتضامننا في المواقف السياسية، التعاون الأمني كما تفضل السيد الرئيس. نحن جئنا إلى تونس هنا لنضع أساس تنطلق منه العلاقات الليبية، أو عليه العلاقات الليبية نحو كافة الأفاق التي نستهدفها في العصر الجديد الذي يستهدف المصلحة الحقيقية للبلدين.